إن مشروعنا رويال سيتي يمتلك مساحة أكثر من 15,000 متر مربع وأكثر من نصفه ساحة خضراء، ويقع في أجمل مكان في سيليفري، يطل على ساحل البحر ذو المنظر الجميل والهواء النظيف، وهو عبارة عن 30 فيلا. أنشئت هذه الفيلات على أراضي صلبة مقاومة للزلازل والهيلان. مشروعنا لطيف وراقي، ويحتوي على المسبح وحديقة الألعاب للأطفال وشوارع مخصصة للمشاة وأخرى لراكبي الدراجات الهوائية. ويوجد لكل فيلا على الأقل موقفا للسيارتين مع نظام مراقبة أمنية من خلال الكاميرات يوميا بمدة 24 ساعة. فيلاتنا أنشئت على الطراز الحديث الذي يناسب الملوك، وكل فيلا هي عبارة عن 4 طوابق، ومساحة البناء 450 متراً مربعاً خرسانة مسلحة، ويغطي جدران الفيلا عازل عن الحرارة والبرودة بسمك 4 سنتيمترات. أبواب فيلاتنا التي تنفتح إلى السعادة هي أمنية أيضاً، ماركتها القلعة، وهي الماركة التركية المعروفة هنا، وهي مصنوعة من الخشب المضغوط الأمريكي الراقي ومغطى بطبقة الألمنيوم مع صفائح استيل بسمك 2 سنتيمتران. صالتنا واسعة مريحة وفاخرة، بحيث مساحتها 56 متراً مربعاً مجهزة بالتدفئة والتبريد المركزي، والتدفئة تعتمد على الغاز الطبيعي، وصممت بشكل خاص مع انسجام بين إطارات الأبواب التي هي بسمك 10 سنتيمتر وجوانب الخزانات والسلم والأراضية الخشبية الحديثة، بحيث يمكن الاستفادة منها والتنقل عليها. فرشت أراضية الردهة الأمامية لفيلاتنا والمطبخ بأحدث أنواع الأفرشة الراقية والأنيقة والمضمونة. مطبخنا مساحته 18 متراً مربعاً، له ضمان أيضاً، وماركته ماركة القلعة، ويحتوي على الرفوف المتحركة التي تسحب إلى الأمام وترفع إلى الأعلى وتدفع إلى الخلف أيضاً. والأدوات التي تستعمل في مطبخنا له ضمان لمدة 5 سنوات، وقد صممت بالتقنية الحديثة، وهي عبارة عن فرن داخل الجدار وثلاجة وغسالة مواعين وطباخ زجاجي داخل الجدار مغطى بلوحة زجاجية مقاومة، وأيضا مع مفرغة هواء حديثة لا تحتاج إلى مدخنة، مع خوض زجاجي لغسل الأواني، وصممت الخزانات من الأكريليك أيضاً، وأيضاً مع مفرغة هواء حديثة لا تحتاج إلى مدخنة، مع حوض زجاجي لغسل الأواني، وصممت الخزانات من الأكريليك أيضاً. أنشئت سلالم فيلا رويال بشكل خاص وله ضمان أيضاً، واستعمل في إنشائها نوع خاص من الأخشاب التي تحافظ على حرارة المحيط الداخلي مع الإنارة بالطريقة الحديثة الأنيقة المنسجمة بشكل يلفت النظر. وشرفة فيلاتنا مساحتها 40 متراً مربعاً، نوافذها تنفتح من الجوانب ومن الأعلى أيضاً، مع إنارة لطيفة وصممت بشكل لطيف، وهي تطل على منظر ساحل البحر الجميل مع مناظر الشواء بالهواء الطلق، وهي واحدة من المجالات الحياة الممتعة. حمامات فيلاتنا متميزة من حيث الإنارة والسيراميك ذو 3 أبعاد، وخزانات الحمام والمغسلة والحنفيات المستعملة فيها لها جمال خاص أيضا. أما الطابق الأسفل فمساحته 68 متراً مربعاً، وجعلناه صالة رياضية صحية ذات نظارة
ذات نضارة خاصة من حيث الانعكاس الذي تحتذه الجدران المغطاة بالمرايا، ويمكن ممارسة الرياضة مع مشاهدة الأفلام السينمائية في نفس الوقت. وبعد ممارسة الرياضة يمكن الذهاب إلى حمام السونا الموجودة ضمن نطاق نفس المساحة، مما يؤدي إلى راحة البال والعيش السليم والصحة. وأيضا يوجد في الطابق الأسفلي غرفة مساحتها 21 مترا مربعا، يمكن استخدامها للضيوف أو للاستراحة أو للخدم أو ما تشاءون من الأغراض الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك توجد غرفة أخرى مساحتها 16 مترا مربعا، مؤسسة بأحدث أنواع الرفوف وغسالة ملابس سعتها 10 كيلوغرام، تستفاد النساء منها كثيرا في غسل وتنشيف وكي الملابس. ويوجد في الطابق الثاني من فيلاتنا غرفة مساحتها 21 مترا مربعا، يمكنكم أن تستخدموها كغرفة أطفال. وغرفة أخرى مساحتها 23 مترا مربعا، يمكنكم أن تستخدموها كغرفة استقبال للضيوف، وهي واسعة وتطل على البحر مع حمام مشترك مساحته 5 أمتار مربعة، مؤسس بأحدث أنواع الإنارة والخزانات الراقية. ويوجد في الطابق الثاني من فيلاتنا غرفة مساحتها 21 مترا مربعا، يمكنكم أن تستخدموها كغرفة أطفال. وغرفة أخرى مساحتها 23 مترا مربعا، يمكن أن تستخدم كغرفة استقبال للضيوف، وهي واسعة وتطل على البحر مع حمام مشترك مساحته 5 أمتار مربعة، مؤسس بأحدث أنواع الإنارة والخزانات الراقية. أما في الطابق الثالث من فيلاتنا رويال سيتي، أيضا توجد فيها شرفة واسعة وأنيقة مساحتها 62 مترا مربع، وتحتوي على مطبخ أمريكي مصغر مع غسالة أواني وثلاجة وغرفة يمكن استخدامها لأغراض عدة، مثل غرفة عمل أو غرفة لممارسة الهوايات الخاصة أو غرفة للدراسة، وهي مريحة وأنيقة أيضا. والأولوية القصوى التي اتخذناها في عملنا هي النزاهة في توفير الشروط الراحة للمشتري من خلال توفير وسائل العيش المطمئن في الحاضر والمستقبل ضمن مؤهلات راقية. مشروعنا لرويال سيتي موافق عليه من قبل الدولة ووزارة الإسكان، مما يبعث في قلوبكم الطمأنينة والسعادة. Thank you.